نساء الحضارة والثقافة 8000 سنة. كلكم هتنزلوا، كلكم كبير وصغير، في الريف، في الصعيد، في بحري، في كل حتة فيكي يا مصر هننزل، هننتخب 10 11 12. ما تنسوش هذه التواريخ. احنا دلوقتي في امتحان صعب، لازم نقف مع مصر اولا عشان نوري العالم كله حضارتنا وثقافتنا، ان احنا ناس واعية، احنا ناس عارفين نعمل ايه وندي صوتنا لمين. الحقيقة الانجازات اللي عملها سيادة الرئيس السيسي، الاحساس بالامن والامان شيء لا يقدر بثمن. طبعا احنا مش مسموح لنا، ده احنا في مرحلة الصمت دلوقتي، ان نقول ننتخب مين ولا نختار مين، بس انا من حقي اقول محدش يقدر يقول لي حاجة. انا سيساوية للعظم، لن اجد رئيسا افتخر واتمنى ان يكون هناك رئيسا في كل بلد عربي زي سيادته. شئتم ام ابيتم، مصر اولا، وسيسي ربنا يديك الصحة والعمر الطويل. وهذه المحطة، محطة الحدث اليوم باسم سيادة النائب محمد اسماعيل، هي معك. بحضور أكثر من 20,000، حزب مستقبل وطن نظم المؤتمر الختامي. الحزب كان لدعم طبعا المرشح السياسي الرئيسي المحبوب السيد عبد الفتاح السيسي. بحضور الحملة طبعا الرسمية، نظم حزب المستقبل، مستقبل وطن، المؤتمر الختامي. الحزب طبعا كان لدعم المرشح السيسي اللي كلنا قلبا وقالبا معاه، وذلك بفعل ما رأينا وما وصلنا له من أمن وأمان، من إحساس بأننا أقوياء، بأننا موجودين على الخريطة أصلا العالمية، لأنه إحنا كنا خارج الخريطة العالمية، أصبحنا إحنا رقم واحد. لا يمكن أن يتخذ أي قرار في هذه المنطقة من غير موافقة ورأي مصر. الافتتاح الختامي ده اللي كنت بقول عليه كان يوم الأربعاء بالصالة المغطاة في استاد القاهرة، وكان الحضور رهيب، حوالي 20,000 من القيادات وأعضاء الحزب، من بينهم من أبرز الأسماء النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب كريم درويش نائب رئيس الحزب أيضا، والدكتور محمد كمال مستشار رئيس الحزب، وكذا حضر قيادات كبيرة ومهمة حملة السيد الرئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي، والسيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، والنائب أحمد بهاء شلبي عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية عن حزب حماة الوطن، والنائب عماد خليل عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية من تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حاتم متولي عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية عن الكيانات الشبابية، والدكتور كريم سلام عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي عن مجلس القبائل والعائلات المصرية. طبعا استعرض خلال المؤتمر الختامي فيلم تسجيلي دوكيومنتري لعدد من المواطنين يتحدثون عن المبادرات اللي استفادوا منها، وده حقيقي مش تمثيل، ده حقيقي وواقع احنا بنلمسه بايدينا، احنا بنعدي كل يوم من المناطق الجديده اللي اتعملت، احنا شايفين وحاسين بكم الانجازات اللي ما بنحلمش بيها، اللي من 30 سنه ما اتعملتش. كلهم كانوا موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن المؤتمر الختامي عدد من الفقرات الفنية والثقافية والغنائية، حيث قدم عدد نموذج يعني محاكاة كده لما تحقق من 10 سنوات على الأقل الماضية مما شهدته مصر في عهد هذا الرئيس المحبوب المتواضع، هذه الإنجازات الكثيرة. وكان طبعا الزميل العزيز حبيبنا حكيم، والمطرب أحمد جمال، والمطرب الغالي على قلبي وائل الفشني، عملوا أغاني جميلة ومنها عدد من الأغاني الوطنية تفاعل معها الجمهور. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يلا نشوف مين هم ضيوف برنامج قعدة مع مدلين.